سامنے میں تلاوت کلام پاک واسطے دعوت دیاں گا قاری محمد طارق لودھی صاحب مائک تے تشریف لون اور قرآن کریم دی تلاوت فرما اندر تشریف لے آئے او باہر بیٹھن دی بجائے اندر آ جاؤ جدو حال پر جائے گا پھر باہر بیٹھ جائے گا اندر تشریف لے آؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أدراك ما يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فاعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بجمال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله خالقنا العظيم.